السلام عليكم. يغلق الحوثي على اليمنيين كل وسائل المعرفة، التلفزيون والإنترنت والصحف والمجلات، ويغرق الشعب بعشرات الإذاعات فيها مئات المتحدثين لا يسكتون أبدا. مئات المتحدثين يظلون طوال 24 ساعة يتحدثون، هذا مذيع وهذا متصل وهذا شيخ وهذا علامة وهذا مقاتل، رجالا ونساء كبارا وصغارا، معروفين ومجهولين، وحين يتعبون يذيعون زوامل تشيد بسيدهم وتحرض على الأعداء الكفار المنافقين والمنافقات. الأثير الذي كان ينقل المعرفة والأغاني والأخبار صار ينقل الشتائم والتحريض وتبرير الجرائم وإهانة المجتمع. الإذاعات التي اشترتها الدولة على حساب المواطن صارت تحرض هذا المواطن على قتل أخيه وإهانة عرضه واستباحة ماله. في دولة الانقلاب أنت ما بين خيارين، إما أن تكون منهم تصرخ بشعارهم، تقتل وتنهب وتظلم وتشتم وتكذب، وإما أن تكون الضحية مظلوما مقتولا منهوبا ومعتقلا. منذ أكثر من عامين أغلقت ميليشيا الانقلاب كل وسائل الإعلام التي لا تتبعها وحتى شركات الإنتاج الخاصة، واعتقلت أكثر من 16 صحفيا، عرضتهم للتعذيب وأخفتهم لفترات طويلة، منعتهم من العلاج وقطعت عنهم الزيارات منذ أكثر من شهرين حتى ساعة تسجيل هذه الحلقة، ما يزالون ممنوعين من الزيارة. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نشاهد قصة صحفي آخر في محافظة تعز تعرض لإصابة أثناء تغطيته للمعارك الدائرة هناك بين الجيش الوطني وميليشيا الانقلاب. نتابع قصة المصور الصحفي الجريح وليد القدسي في الدقائق التالية، ثم نعود. في يوم الجمعة تاريخ 26 مايو كنا في جبهة التشريفات، أنا وبعض الزملاء وائل العبسي وتقي الدين وصلاح الوهباني وسيد وغيرهم، تقدمنا مع المقاومة الشعبية بعض البيوت بعض المنازل، اقتحمنا معهم، كنا نصور تقدمات لهم والانتصارات. رجعنا لبعض خطوات إلى الخلف لكي نرتاح شوية أنا وهم، تفاجأنا بقذيفة لميليشيا الحوثي وخلوع صالح، تفاجأنا بالقذيفة أصابت قدمي اليسرى فبترت بنفس الوقت. استشهد بنفس القذيفة الزميل وائل العبسي والزميل تقي الدين الحديثي، نفس القذيفة أصيب صلاح الوهباني. لما أفقد الوعي أنا فقداني لقدمي كنت حاسس كل شيء، حاسس بالموجود، أشعر بكل شيء. أنظر إلى وائل وهو يتلفظ أنفاسه الأخيرة، حاسس وقت ما سعفوني كنت واعي جدا. أثناء وقوع القذيفة لم أعلم بأن الشهيد والقدس الشهيد أو تقي أو أن صلاح أصيب، حسبت أني الوحيد الذي أصبت. سقطت على ظهري، كنت أنظر بعيني إلى العظم، باقي عظم من تحت الساق من تحت الركبة، كنت أنظر إلى العظم. صحت في هذاك الوقت، رجلي صحت عدة مرات. تم نقلي من موقع الحادث إلى جهة مقاربة له لأخذ إسعافة أولية. في هذاك الوقت كان الزميل وسيد هو اللي نقلناه، كنت أتفرج رجلي تستحب معي الرجل، كانت ماسك ببعض من الجلد. هذاك الوقت اللي أيقنت أنها بترت رجلي، ولا كنت من قبل أعتقد أنها كسر، شعرت بالخوف، شعرت بأني لن أعود.
كنت في نظري من قبل اي واحد تكتر رجله انه خلاص يستشهد، ينزف دم ولا يموت يستشهد. قبل اصابتي وترت قدم واحد وكنت قريب له، سألتهم مستشهد؟ قالوا لا، إلا رجل، فترة إلا رجل. بقت هذه في ذهني حتى وقت إصابتي، لما شفت قدمي قلت إلا رجل. بقيت ما بين خوف، ما بين شك، ما بين برجع أوقف ما برجعش أوقف، على راحت. سعفونا، سحبوا على العبسي إلى أمامي، كنت أتفرج له وهو يتلفظ أنفاسه الأخيرة. صلاح جنبي يتألم بسبب الشظية الذي أصابته. تقي في الغرفة المقابل لنا قد استشهد، قد مزقت أجساده الشظايا القذيفة. تم نقلي إلى مستشفى الروضة أنا والزميل صلاح الوهباني. بعدها دخلت إلى غرفة العمليات، بعد عمل كشافة للرجل ودخلت لغرفة العملية، تم العملية الحمد لله. حاليا أدرس، أمارس بعض الأعمال الصحفية. قبل يومين كنت في جبهة مع المقاومة في استعادة جبل هان، حضرت معهم. تعز أغلى من كل شيء، تعز أغلى، سنقدم لها كل شيء، الغالي والرخيص. أنا لم أفقد إلا قدم فقط، باقي معي قدم أخرى، سأعمل بها المستحيل. أمارس حياتي لن أقول طبيعي، شبه طبيعي. الفارق قبل إصابتي وبعد إصابتي، كنت كأي بشر يملك رجلين، حر، أتحرك وقت ما يشتي، أعود وقت ما يشتي، أسوق موتورات لنفسي، أخرج جبهات، أحيانا أخرج مع مرافق وأحيانا بدون مرافق من الإعلامي من الزملاء. لكن حاليا أجد بعض الصعوبات شوية. أثناء تصوير المجازر نقل معاناة ابنة عز، أثناء الحصار الأمهات والأطفال حين يخرجوا لي قلب المال أسرهم، هذه اللقطات كانت تؤثر جدا فيني حين تصويري لهذه. أم عجوز، ابن طفل صغير، شيخ كبير في السن، الميليشيا جعلتهم يخرجوا لأبسط الحاجات يبحثوا عنه، كالماء، كالدقيق، كالحاجات الأساسية المتوفرة المفروض تكون لهم، المفروض هم من يجيبوها للبيوت بدل ما يخلوهم هم يخرجوا يبحثوا. هذه الإصابة الثالثة لي في جبهة الدفاع الجوي، أصبت إصابة خفيفة في يدي اليمنى، أو في جبهة الجحملية أصبت إصابة خفيفة أيضا بأنفي. في الدفاع الجوي أمتار بسيطة بين أنا وبين القذيفة، أصبت أنا واثنين من المقاومين في الجبهة، أحدهم في رأسه وأحدهم في القدم وأنا في إصبعي اليد اليمنى. كان الموقف مرعب شوية، لطف من الله أنها أجت القذيفة منطقة ما سمحش للشظايا تنطلق إلينا يعني بقوة، ولا كان أقل حاجة 20 اللي بيروحوا فيها. أفراد كثيرة أمامنا وخلفنا، أفراد كثيرة في الدفاع الجوي. أما في الدفاع في جبهة الجحملية،
كنت أنا والزميل الشهيد وائل العبسي رحمة الله عليه والزميل رشاد العواضي نغطي التقدم هناك للمقاومة بجوار جامع عقبة النافع. أصابتني شظية لقناص حوثي في الأنف. لم أعلم أنها كانت في الأنف، كنت أعلم أنها في الأسنان، أنها في منطقة ثانية من كثر النزيف الذي نزفت. نزفت كثير، خفت، قريت. كان يجري بعدي رشاد، زميل رشاد. تلقيت إسعافات أولية وعدت أمارس عملي، صورت بنفس الوقت، صورت حتى والأنف والفاين كان في أنفي، صورت مارست كملت وروحت. أما الإصابة الأخيرة هي الإصابة الكبيرة وترات فيها ساقي. سبق لهم أن قتلوا الصحفي أحمد الشيباني برصاصة قناص، وسبق لهم أن حرضوا على قتل الإعلاميين واستهدافهم، وما يزالون منذ أكثر من 3 سنوات يخفون الصحفي وحيد الصوفي بعد أن اعتقلوه أمام الناس من بريد ميدان التحرير. وانضم للقائمة مؤخرا أكثر من 40 صحفيا وإداريا من قناة اليمن اليوم التابعة للمؤتمر الشعبي العام التي اقتحمها الحوثيون أثناء الأحداث الأخيرة بين الإنقلابيين أنفسهم لينضموا إلى قائمة المخفيين وضحايا العمل الإعلامي في اليمن. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، ينضم بعده إلينا الصحفي والناشط الحقوقي حسين الصوفي، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من مدينة مأرب الصحفي والناشط الحقوقي حسين الصوفي رئيس المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين. مرحبا بك سيد حسين الصوفي. العام الثالث يكاد ينتصف وزملاؤنا الإعلاميين ما يزالون في سجون ميليشيا الانقلاب بصنعاء، ما الجديد بشأنهم؟ أولا كل الشكر والتحية والتقدير لكم في برنامج لست وحدك على الاهتمام بملف الصحفيين، وهذا يحسب لكم يعني في الحقيقة نحييكم تحية كبيرة على هذا. أقل واجب أخي العزيز. الله يحفظكم أستاذي. وأما ما أشرتم إليه للتو أكملت يعني التواصل أثناء استعدادي للبرنامج مع أسر الزملاء الذين لا يزالون خلف القضبان. الكل أكدوا أنهم إلى الآن الشهر السادس على التوالي، الشهر السادس أي نصف عام على التوالي، وهم ممنوعون من زيارتهم إلى الآن، لا يستطيعون أن يدخلون لهم ملابس ولا أن يدخلون لهم أطعمة ولا أن يدخلون لهم دواء. الآن 6 أشهر وهم ممنوعون من زيارتهم على الإطلاق، يعني لم يستطع أحد من زيارة الصحفيين. نعم نصف عام تماما لم يستطع أحد من زيارة الصحفيين إلى الآن، يعني هذه كارثة بكل المقاييس، هذا جريمة مستمرة. وبالتالي نحن ننقل عبركم
مناشدة ونداء استغاثة لكل الزملاء المعنيين من الصحفيين في العالم، للإخوة في نقابة الصحفيين، للصحفيين بلا حدود، للمراسلون بلا حدود، للاتحاد الصحفيين العربي، اتحاد الصحفيين الدوليين. الكارثة التي تجري اليوم مخيفة ومرعبة، يعني وهذا يأتي على إثر ما نشره بالأمس وزير الإعلام أن هناك تم تغطية أربعة من الزملاء في قناة اليمن اليوم. نعم، وهذا هو كان سؤالي الثاني. هناك أيضا أكثر من 40 صحفيا وإداريا يعملون في قناة اليمن اليوم التي اقتحمها الحوثيون ويعتقلونهم ونقلوهم إلى أماكن مجهولة كما سمعنا، إضافة إلى أنباء من هذا القبيل. ما هي المعلومات بشأنهم الآن؟ نحن لا نزال في تواصل حديث مع الزملاء في قناة اليمن اليوم. من يعني هناك أحد الزملاء ربما لديه بعض المعلومات وسيمد بها خلال اليومين، لكن هناك وضع مخيف، وضع كارثي بمعنى الكلمة. يعني تم تعذيب وتعذيب فحشي، انتزعوا منهم الباسوردات، كلمات السر للأجهزة، وأيضا أخرجوا من عن يعني الزميل الذي قابل الرئيس السابق علي عبد الله صالح تعرض لتعذيب وحشي، ربما يعني حياته في خطر. كثير بندر تقريبا بندر وجرحى، ربما تم تصفيتهم. بندر الروقي تقريبا، ربما. نعم، وايضا مدير القناه فيصل الشريبي يعرض لتعذيب وحشي اهاليهم، يعني ينبئون عن من يحرض سيد حسين، من يحرض على الاعلاميين في النهايه؟ هذا الجندي او هذا المسلح الحوثي لا يعرف هذا من هذا، من يقف في الخلفيه ويشير الى الناس؟ الذي هناك جهاز يعني للأسف الشديد متورط فيه بعض من يدعون أنهم منسوبين للإعلام. يعني في هناك نتحدث عن إعلاميين وصحفيين يتبعون الميليشيا، وكانوا تحولوا إلى ميليشياويين مع الصحفيين. نعم، يعني شاهدنا أثناء اقتحام شاهدنا إعادة تأتي من قبل الحوثيين. سيد حسين الصوفي اسمح لي، يعني شاهدنا أثناء إعادة بثهم لهذه القناة إلى ظهور إعلاميين ميليشياويين كانوا في الحقيقة مجرد إعلاميين عاديين، ثم استذأبوا مع هذه الأحداث ومع الانقلاب بشكل عام. كيف يمكن أن ينظر اليوم إلى هؤلاء الذين كانوا محسوبين على الإعلاميين ثم تحولوا إلى ميليشياويين؟ كيف يمكن تقييم دورهم وجنايتهم قانونيا؟ نحن دعونا نقابة الصحفيين إلى أن يتم إعادة النظر في مثل هؤلاء. من الضرورة للمكان اليوم أن يتم تكوين قائمة سوداء بالذين كانوا ربما صحفيين وانقلبوا على الصحافة وكانوا أشد قباحة وبشاعة وعداوة للصحفيين من غيرهم. يعني نحن نعرف أن هناك الصحفي لا يملك إلا الرأي، لا يملك إلا المعلومة إن توفرت له، مع يفترض التعاطف، يفترض أن لا يدفع الصحفي ثمن الصراع السياسي في النهاية، ويقوم بمهنته ويقوم بنقل الأخبار كما هي ويقوم بدوره المهني. بالتأكيد، وبالتالي هؤلاء يرتكبون جرما. يعني هؤلاء لم يعودوا محسوبين على المهنة فحسب، بل صاروا أعداء وباتوا فعلا خصوب وأعداء ويتحملون جرائم جنائية، لكن هم ينفذون الجريمة الكبرى والتحريض الأهم الذي يكرره عبد الملك الحوثي يوما بعد آخر، ويدعو إلى قتل تصفية الصحفيين. وبالتالي هناك مؤشر خطير يجب أن يعني أن تتحول أو أن ينتقل العمل التضامني مع الصحفيين اليمنيين من كتابة البيانات وغيرها إلى فعل حقيقي. هناك كارثة بمعنى الكلمة. نحن عندما زارت الصحفيين الأجانب إلى مأرب تواصلنا معهم وقلنا لهم أن هناك كارثة حقيقية. نحن نطالب كل الصحفيين المؤثرين في الخارج أن يقوموا بزيارة إلى صنعاء، وطلبنا المنظمات الحقوقية مثل الصليب الأحمر أن يقوموا بزيارة إلى السجون المركزية. لا ندري لماذا لم يتم زيارة السجون التي يطبع فيها الصحفيين، مع أن هناك نشاط للصليب الأحمر مثلا في صنعاء، وأظهروا نشاطا مكثفا خلال الفترة الأخيرة، خاصة ظهرت أنشطتهم خلال أيام الاشتباكات بين طرفي الانقلاب، لكن في خلال عامين وثلاثة أعوام لم نسمع منهم زيارة لأي سجن من السجون، ولم يستقبلوا جثة من جثة المختطفين الذين يموتون تحت التعذيب. نحن نطالب الصليب الأحمر اليوم في صنعاء أن يقوم بزيارة للسجون. هناك وضع كارثي، يعني إلى اليوم ستة أشهر كما ذكرت لك أستاذ عبد الله في بداية الحديث أن هناك
الزملاء المختطفين في سجن الأمن السياسي منعت الزيارة عنهم، وهذا ينبئ عن كارثة، ينبئ عن أنهم يتعرضون للتعذيب، خاصة أن منطقة المنطقة أو يعني المؤسسة أو المباني نفسها، مباني الأمن السياسي، كانت ساحة للصراع بين الإنقلابيين في الأسبوع الماضي. أعود للسؤال سيد حسين، ما هي الفائدة التي جنتها الميليشيا من إخفاء هؤلاء الصحفيين طوال الثلاث سنوات؟ ما هو الخطر الذي كان يمكن أن يشكله هؤلاء الصحفيون عليهم؟ لم يشكل عليهم أي خطر على الإطلاق. يعني الصحفي في يعني الأخبار التي مثلا تنقل عن الصحفي عن صنعاء وعن اليمن كلها تنقل، يعني اليوم العالم أصبح اليوم قرية واحدة، وكما قيل أصبح كف واحدة، يعني أنت بخلال مسك الجوال أصبح كل مواطن صحفي يعني مع العالم كله. لم يعد هناك خطورة من خروج المعلومة، المعلومة تخرج اليوم من بكل الوسائل، صحيح. لكن هؤلاء يعني لا نستطيع أن نفهم لماذا يقومون بتعذيب الصحفيين. يعني هؤلاء لو افترضنا أن لديهم مثلا تحفظ على بعض الأشياء كان في أول شهر أو ثاني شهر ممكن أن يأخذوها، بالرغم أنهم أخذوا أجهزتهم الكمبيوترات واللابتوبات المحمولة والجوالات في أول لحظة من اختطافهم، يعني أخذوهم بكل مقتنياتهم وبكل أجهزتهم. لكن لماذا يستمرون في تعذيبهم هذه الثلاث سنوات؟ يعني هذه الوحشية المفرطة وهذه النكاية يعني بهم غير مفهومة الحقيقة، غير مفهومة. هل يريدون سيد حسين، هل يريدون أن يجعلوا منهم عبرة للبقية؟ يريدون إرهاب البقية؟ أنا لم أستوعب إلى حد الآن ما هي الفائدة التي جنتها الميليشيا من هذا الملف تحديدا، ملف الصحفيين، والذي تم التعامل معه بهذا التشدد، ومؤخرا كما ذكرت تم إخفاؤهم قسريا وإخفاء تام خلال الستة الأشهر الأخيرة. لا هم عسكريين، لا بيدهم يعني أي قدرة على الضرر بهذه الميليشيا، حتى لو تم إطلاقهم يعني هناك العديد من الحالات يتم إطلاقهم كتبادل أسرى. لا أدري ما هذا، يعني ما سر هذا التعنت؟ هنا يرفضون يعني رفضا تاما. يعني كان محمد البخيتي يزار الصحفيين ربما قبل عام وتواصلنا معه وقال أن هناك يعني إفراج عنهم، ووجدنا أنه يتلاعب حتى هو بهذا الملف، ذهب لزيارة الصحفيين وكأنهم يريدون أن يستخرجوا منهم بعض يعني الأخبار، بالرغم أنهم لا يوجد أي أخبار بعد ثلاث سنوات وصول أخبار لهم وهم هناك في السجن. أي أخبار بعد ثلاث سنوات يعني وأنت مخفي منذ ثلاث سنوات؟ أي أخبار أرتجيها منك والأخبار يعني تتغير على مدار الساعة؟ عموما كيف يمكن النظر إلى العمل الحقوقي يعني في سبيل السعي إلى الإفراج عن هؤلاء المعتقلين؟ أنا قلت في البداية أستاذ عبد الله أنه البيانات لم تعد مجدية، لم تعد رقية جيدة للزملاء. يعني هي ليست رقية حتى لجراحهم وآلامهم وأمراضهم، وخصوصا في هذه الفترة أيام البرد يتعرضون يعني أشد أنواع التعذيب، ويمنع عنهم الملابس الشتوية، وحتى يرفضون حتى إدخال الملابس ذات اللون، يعني إلا اللون الأيام كانت الزيارات، يعني يرفضون إدخال الملابس حتى إلا الملابس ذات اللون الأبيض فقط، يعني يمنعون عنهم الملابس الشتوية غيرها. لكن البيانات لم تعد مجدية، يجب أن يتم هناك عمل حقوقي، يجب أن يتم الزملاء الذين في الخارج أن يشكلوا ضغط يعني باتجاه زيارة الزملاء الصحفيين. هناك دعوة كما ذكرت لك سابقا أستاذ عبد الله من الزملاء في اتحاد الصحفيين الدوليين، كان قد وعدوا بزيارة اليمن، وهذه الدعوة لم يلتقطها أحد. يجب على الأخوة الصحفيين وخصوصا الأستاذ نبيل الأسيدي، دعنا نسميه بالاسم، هو الذي لا يزال يعني يمثل النقابة تمثيلا حقيقيا ونشكره على جهوده، والأستاذ أحمد الجبر، هناك تواصل لهم مع الزملاء في المراسل بلا حدود وأيضا اتحاد الدولي للصحفيين، نعم. ندعوهم ونناشدهم أن يكتفوا من جهودهم باتجاه فعل شيء الزملاء. هناك ماذا عن وزارة الإعلام ودور وزارة الإعلام في السلطة الشرعية، في الحكومة الشرعية التي يعني كان عدد من هؤلاء المختطفين أو حتى يعني الآخرين الذين لا ينتمون إليها لكنها هي المعنية بهذا الملف، ماذا عن دورها؟ الدور إلى الآن دور ضعيف بما تعني الكلمة. الدور هناك يعني غائب، نستطيع أنه نقول أنه صفر يعني على الشمال، لا يوجد أي نشاط
يوازي الخطر الذي يعانيه الصحفيون اليوم. هناك يعني بعض التغريدات يقوم بها وزير الإعلام بين الحين وآخر. التغريدات ليست من أعمال الحكومة، التغريدات للناشطين وأصحاب الرأي، وأيضا إن كان هناك أخبار مهمة، لكن عمل الحكومة يجب أن يكون أعمق من ذلك وأهم من ذلك. لديهم خطوط مفتوحة مع السفراء، لديهم خطوط مفتوحة مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ولد الشيخ، يمكنهم أن يأخذوا التليفون ويتواصلوا معه. ماذا عن رعاية أسر هؤلاء المختطفين باعتبارهم إعلاميين؟ يعني زميل مثل حسن عناب بيته مليء بالأطفال، من يقوم برعاية هؤلاء؟ هناك التواصل يعني بين الحين والآخر ومتقطع. هناك طبعا كان هناك رعاية مشكورة من اللواء سلطان عرادة محافظ مأرب، وقام بجهود مشكورة. هناك أيضا كنا تواصل نائب الرئيس الفريق علي محسن، وأيضا قام برعاية مشكورة، لكنها جهود متقطعة ليست مستمرة. نعم. إضافة إلى بعض الإهمال، إلى الإهمال الشديد من قبل الوزارة، لا يوجد رعاية شهرية، لا يوجد متابعة شهرية، مع أن هناك متابعة حثيثة من قبل كثير من الجهات، منهم منظمتنا منظمة السودان، نتابع الجهات الحكومية كل شهر. يعني نستطيع أن نقول أن هناك تخاذل، يعني الحكومة لا يوجد لديها اليوم أي دور، لا يوجد لديها اليوم أي مكاتب واقعية، ولا يوجد لديها اليوم، ليس لديهم أماكن يديرون منها أعمالهم ولا مؤسسات. يعني لو تمنين يهتموا بهذا الملف في النهاية. لا لا، هناك حسابات في تويتر أخ، هناك حسابات في تويتر أخ حسين ربما أنها تقوم بالغرض. لو انتقلنا من هذه النقطة إلى نقطة مشابهة، وهي أيضا رعاية الصحفيين العاملين في الميدان ممن يصابون أثناء تغطيتهم لسير الأحداث والمعارك والانتهاكات والقصف الذي تعرض له المواطنين. هؤلاء إذا ما أصيبوا مثل زميلنا وليد المصور وليد القدسي، وهو موضوع هذه الحلقة، يفترض بمن أن يقوم برعايته والعناية به؟ للأسف الشديد لدينا ملفات لزملاء من الزملاء الذين أصيبوا، وكان لدينا زميل مثلا أحمد الراجحي أصيب برصاصة في رأسه وتعرض، كان في شبه موت، يعني ننتقل للعلاج في المملكة العربية السعودية، ويعني استنزفنا في التواصل مع كثير من الجهات، لم نستطع أن نلقى جهة واحدة. حتى يعني مثلا لدينا في الحرب هناك في الجيش جهات تهتم بالجرحى، بجرحى الجيش، لكن الإعلاميين الذين يرافقون الجبهات أو الذين يقومون بأداء أعمالهم في الجبهات لا نستطيع أن نتمسك بجهة، ليس لدينا جهة محددة. يعني كل التواصلات عبارة عن علاقات من هنا وهناك، وأحيانا قد يخذلك التواصل. مثلا لدينا الآن ملف مثل ملف الزميل وليد وأيضا الزميل الوافي، يعني هؤلاء جرحى تعرضوا لإصابة بليغة وإلى الآن لم يتم علاجهم. إضافة إلى زملاء أيضا استشهدوا وتم التوجيه بمبالغ مالية مقطوعة لأهاليهم. يعني هل يعني تم اعتماد رواتب على الأقل بسيطة لذويهم؟ لا يوجد هناك جهة معينة تهتم بملف الصحفيين في الحقيقة، يعني ونحن نقولها بكل صراحة، هناك خذلان، هناك غياب. لو هناك لجنة في وزارة الإعلام تختص بهذا الملف، نحن في حالة حرب، الحرب تأكل الصحفيين، يعني تأكل الإعلام. الوضع هنا مأساوي بكل ما تعني الكلمة، يعني وضع أسرة الزميل محمد العبسي، وهنا نطرح الملف ربما للمرة العاشرة والمئة، يعني يتعرض للخذلان، وهو من هو محمد العبسي وأسرته أيضا. يعني الوضع سيء للغاية. هنا هلا كررت العبارة الأخيرة أخي حسين، لأنه الصوت حتى الاتصالات تتواطأ ضد صوت الصحفيين. عموما كان معنا من مدينة مأرب الصحفي حسين الصوفي، نشكره على هذه الإيضاحات. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو على صفحتنا بالفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. المصور الجريح وليد القدسي، تم الرصد، في أمان الله.